السلام عليكم طلاب، أعتذر طبعا بالبداية عن تأخير تنزيل المحاضرة بسبب خلل شوي عندي بالبرنامج مال التسجيل. اليوم إن شاء الله نكمل المحاضرة الأولى. إحنا بالمحاضرة الأولى شرحنا عن ايش راح ناخذ بهذا الكورس من ناحية استكمال برنامج 3D Max والفي راي سيتنج ومتعلقاته بالإضافة إلى البرامج الأخرى. اليوم إن شاء الله بمحاضرتنا راح نبلش وندخل بالتفاصيل. بالبداية نجهز لنا أي موديل عندنا بالحاسبة. خلينا نفترض مثلا أنا عندي هذا الموديل حتى يكون هو الأساس مال التسليم مالتي أو العمل اللي راح أشتغل عليه. أنتم تقدرون تخلون هو هذا واجبكم إن شاء الله بالدرس الجاي، تخلون الماس مالتكم مالت المشروع بالكورس الأول وتشتغلون عليه، تضيفوا له الكاميرا واللايتنج والاعدادات الرندر اللي راح نسويها ان شاء الله في هاي المحاضره حتى يكون عندكم في شيء ثابت. بالحقيقه انا ما راح ادوخكم بالتفاصيل مال الاعدادات الرندر بشكل كبير، لكن راح اروح على النقاط المباشره بشكل مباشر حتى تسهل عليكم الامور كلها، لان احنا مو من واجبنا انه نفتهم كل الكومنتات العديده وهنا والمتعدده، لكن نعرف على الاقل انه شلون تشتغل حتى يكون العمل عندنا واضح. بالبداية انه من تشتغلون بالفي راي سيت اب قد يكون هو متحول على جي بي يو. احنا طبعا نشتغل على الفي راي نيكست ابديت، واحنا قلنا لكم شنو الفرق، انه الجي بي يو يشتغل على كارت الشاشة والرام، والفي راي نيكست يشتغل على البروسيسور وقوة البروسيسور اللي موجود على الحاسبة. وشرحنا لكم قائمة الكومنت والكومنت باراميتر وشلون نقدر نجيب الاوتبوت سايز من الفوتوشوب حتى نحدد الشيت اللي احنا راح نشتغل عليه. انا مبدئيا هسه راح اشتغل بهالطريقه، راح اروح على الكوستم، اكو اتش دي تي في بالاخير، راح اخذ 800 ال 1080 في 1920 للوث واثبتها. هنا أنا هسه نجي على القائمه الاساسيه اللي هي موضوع محاضرتنا اليوم. قبل ما افوت بيها انا احتاج انه اخلي بشكل مبسط كاميرا بسيطه و لايتنج بسيط. حتى اخلي هذه الكاميرا اروح على قائمه كرييت، هنا عندنا كاميرا افتحها، انزل على ستاندر، اكو في راي كاميرا، طبعا اكو فيزيكال كاميرا، اختار الفيزيكال كاميرا واحدد الكاميرا واتجاهها بالدراك، احدد الهدف مالتها. الكاميرا ستطلع وكلها ويا 00 ويا الهدف مالتها، انا احتاج انه ارفعها، اما ارفعها بهالطريقه هاي او انه احدد الارتفاع مالتها من هنا حسب اللي اني اشوفه صحيح. عفوا بالزت، محور الزت هذا، عفوا هذا شوفوا اني وين راح ارفعها. بالنسبه للتارجت ايضا نفس العمليه، نفترض ان التارجت هو للاعلى فالكاميرا لازم تكون عاده اني اخليها بارتفاع مستوى النظر اللي هو 1.78 على طولي، فحتى اشوف المبنى مالتي بالضبط شلون دا يشتغل. هذا المبنى مالتي شوية يحتاج نسوي له روتيت منه، هذه الاوبريت كاميرا اللي راح تخليه يسوي لي روتيت للشكل مالتي. تمام، هسه انا اشوف الشكل، بعدين اسوي له شوية بعده واقربه حسب الشيء اللي يحتاجه. هنا مو كلش تمام، خليني اصعد اللي فوق بالبان. تمام، وابدي احرك الكاميرا مرة اخرى بالروتيت مالتها، ندوس F3 حتى نشوف ايش دي يطلع عندي الشكل بالبان مرة أخرى، نوسطها وشوية زوم بالضبط. هسه هذه اللقطة أعتقد يعني مناسبة. نروح على التوب مرة أخرى، هسه حددنا لقطة الكاميرا، هسه تشوفون اتجاهيتها تضبطت. هذا خليه هنا على صفحة، أنا خليني نسده وبعدين نرجع له ننزله. هسه أريد أضيف لايتنج، اللايت راح نضيف أيضا لازم فيري، نروح على لايت وعندنا قائمة كبيرة باللايت، إن شاء الله راح من نوصل اللايت راح نبدي ناخذها بالستاندر والفي راي. عموما هسه احنا راح ابلش بالفي راي لايت وفي راي صن بشكل أولي. قدر الإمكان دائما اللايت يكون عمودي على الكاميرا، قدر الإمكان نقول اللايت يكون عمودي على الكاميرا، فبالتالي أنا راح أخليه بهالاتجاه هذي. هنا أنا أول ما أشيل الكليك راح يطلع لي فد مسج يقول لي راح أستخدم الفي راي سكاي كام انفايرمنت او باك جراوند للمشروع مالتي او للسين مالتي، فاني اما اقول له نو او يس حسب القرار مالتي الانفايرمنت وين راح اخليها. انا هسه مبدئيا راح اقول له يس،
وأشوف هذا اللايتنج هنا، أنا أبدي أصعده. تمام، صعدنا إلى هنا. نشيك إنه أكو تسجيل لو ماكو. نعم أكو تسجيل. تمام، صعدنا مثلا إلى هنا. هسه هذا اللايت بشكل عام، إذا أروح على الموديفاير مالته أشوفه هنا شلون يشتغل. هسه ندوس كاميرا، حرف السي، حرف السي معناته الكاميرا. إذا أكثر من كاميرا راح يطلع لي الاختيارات، هي الكاميرا واحدة أو اثنين أو ثلاثة، وإذا كاميرا واحدة فهي رأسا قبل تروح عليها. هسه ببساطة راح أدوس كويك رندر اللي هو F9. خلينا نشوف وش يطلع عندي من F9. ما إذا يطلع ينزل لي هذا كويك رندر. أوكي، سوري على بطء الحاسبة، لكن هذا هو اللي شو اسمه. شوف الباسز، العملية اللي كلش بطيئة. هذه العملية هسه كلها دا تصير بسبب شنو؟ انه احنا ما مخلين او ما مسوين السيتنج اللي المفروض نسويها في بداية المشهد مالتنا، اللي هسه راح نفوت عليها بالتفاصيل ان شاء الله ونشوف شلون دا تشتغل. كنسل، ماكو ايمج، الايمج تبقى سوداء. اوكي كنسل، كنسله. نرجع هنا على الرندر سيتنج. احنا قلنا راح نستخدم البي راي نيكست ونشوف شنو الاشياء اللي ممكن نغيرها. بالحقيقة اول ما نبلش بالفريم بفر. الفريم بفر اللي هو عبارة عن ذاكرة الاطار اللي راح نخزن به، وهو احد طرق التعامل ويا الفي راي. بي مجموعة من طبعا الكومنتس. الكومنتس الاساسي مالته انه هل انه انا افعله او اطفيه. طبعا اذا طفيته خلاص ما راح يشتغل. يعني شفته قبل شويه الرندر، عفوا هنا خلينا نقول رندر فريم، هنا ظلمه طلعت ما موجوده شيء. المهم راح هسه نفعله. احنا اذا فعلناه سوري تفعل. هسه شوف شو لاست واحد، اخر واحد تشوفون القائمه مالته هذه. وخلنا نفتح القائمة مالت الفريم العادية، تشوفون الفرق ما بيناتها من ناحية الواجهة مالتها، الاختيارات الاوبشنز ما بين واجهة الفريم بوفر والواجهة العادية اللي هي ممكن تسيب لي كصورة وحسب الاكستنشن اللي اختاريناه وشرحناه بالمحاضرة الأولى. هنا أنا طبعا الاكستنشن راح يكون مختلف، وهسه أقول لكم شنو الاكستنشن مالتها. هنا أنا الفرق ما بيناتها إنه هذا يستخدم ذاكرة أو سرعة الحاسبة السي بي يو، هنا لا راح يستخدم الرام. يبدأ يبلش يخزن الصورة على شكل فريمات أو لايرات، لاير ورا لاير بداخل الرام، وبعدين يطلع ليها بالصيغة النهائية، وبعدين أني أقدر أسيفها بالصورة النهائية اللي حسب الاختيار الاكستنشن اللي عندي. وإحنا اتفقنا الاكستنشن الأفضل هو بي إن جي أو تارج. كنسل، كنسل هنا خلاص. هسه ما دام فعلته اتفعل. نفترض انه هنا جيت ريزولوشن فروم ماكس، معناتها انه مو نستخدم اعازات الفيري بالريزولوشن، نستخدم اياها من الكومنت. هذا الكومنت قلنا مشتركه بكل محركات الرندر اللي موجوده بالماكس، اذا كانت الستاندر او المنتر راي او الارنود او غيرها. لكن هنا الفيري هو الفريم بفر، اذا شلنا هذه الصح من عنده فراح استخدم الويث والهاي تبع الفي راي. تمام، والبريسيت طبعا هو هذا الثابت. البريسيت ممكن انه انا ازيدها واقللها حسب اللي احتاجه. اذا اقول له اتش دي مثلا، خلاص هاي 1080 زادت 1080 في 1920 بدا ياخذ هذا. هسه هنا انا اسيف شلون ذاك المره اسيف، وين اسيفه؟ اذا اقول له سيف اقول له صح، وبعدين اختار مكان التسييف. تشوفون هنا الاكستنشن مالت الصورة اللي راح يتسيب اللي هو يختلف، اللي هو في ار اي ايمج، واللي هو قلنا على شكل ليرات او فريمات.
وطبعا من اقول له سيف خلاص يعني جنريتيف ريفيو، وهنا طبعا ممكن انه تشوفون هذه القائمه اذا فعلتها صح شنو اللي اريد اسيفه بهاي الليرات، هل هو راح اسيف الار جي بي، لو اسيف الالفا، لو يعني اشيل، اذا هي مسوي لها تاك فراح يسيف لي، هذا ما مسوي لها تاك ما راح يسيف لي، وهكذا. فهنا مجموعه السيفز اللي انا يعني احتاجها، انتم كيفكم، هذا اختياري ما بين انه انت تفعله الانيبل او انه تطفيه. هسه احنا مبدئيا راح نطفيه، ما راح استخدمه. الشيء الثاني عندي اللي هو الجلوبال سويتش. الجلوبال سويتش اول ما افتحها اللي هو طبعا انه انا ايش يصير عندي هنا بالضبط من كل شيء، يعني هنا أنا شنو الاشياء اللي راح اندرها، مثلا اذا كانت ماتيريال او اذا كانت اضاءه ممكن انه انا اختارها او انه اسوي لها عزل. فهنا أنا مثلا ديفولت هو اول ما هذا الاساسي مالته دبل كليك عليه راح يطلع اكسبيرت وراها عفوا ادفانس. هنا أنا displacement هنا فتش إعاز بالماتيريال. إذا أنا فعلت بالماتيريال وأريد أشوفه بالإظهار أو بالرندر الأخير لازم أكون مفعل هاي الصح، وإذا ما أريد أشوفه وما يطلع لي بالرندر مجرد إنه أشيله حتى طفي. الشادو نفس العملية، الظلال مالت هذا، اللايتس نفس الشيء، الهيدن لايت يعني في بعض الأحيان أساني هذا اللايت موجود وأسوي له هيدن وما أريده يأثر، فإذا ما أريد يأثر بس أشيل الصح حتى بعد ما يرندره. تمام ديفولت لايت أنا أبقيها طبعا إنه لازم يشتغل أو يطفي ويا الجي أي اللي هو الجلوبال أنيميشن، والديبث أوف لايت اللي هو العمق مالته طبعا كل ما يكون أقل كل ما يكون أسرع، لكن كل ما يكون أعلى كل ما يكون الجودة عالية بي، والجودة العالية طبعا معناتها انه تاخذ وقت اكبر. هو الستاندر مالته 8 اتس اوكي مبدئيا، من نحتاج انه رندر بطريقة نهائية او فاينل نزيده ممكن الى 16. هذا بالنسبة للجلوبال سويتش بشكل عام. نؤخر من عنده نطلع منه عفوا، والفريم بفر ايضا. هذا الاي بي ار هسه احنا ما نريد نستخدمه، نبقي مثل ما هو او ما يعني ما نستخدمه اصلا. الايمج سامبلر عندنا نوع، كانت عده انواع بالايمج سامبلر اللي هو موجوده بالفيراي النسخه الاقدم وهاي النسخه الجديده. بصراحه اختصرت لنا هواي اشياء، طبعا هم ديفولت واكسبيرت وادفانس، هسه خلي على ادفانس. اكو بروجريسيف واكو باكيت. الباكيت راح يجيني بشكل كامل، يعني انه انا راح يعالج الصوره بشكل كامل بدون ما اسوي تغييرات، وهذا فرق ما بين الفيراي نيكست والفيراي 3.6 اللي قبله واللي 3.2 اللي قبله. كانت اكو عده اعازات هنا او كومنتات انا اغيرها حتى احصل نتيجه مشابهه للباكيت مالتي. رندر ماسك هنا أنا حسب الماسك اللي تريد تسوي فت ماسك او فت للرندر مالتك او لا، طبعا انا افضل النون من غيره. أنا أحاول أعطيكم الأرقام أو هذه من النهاية بدون ما تتعبون بها حتى ما تدخلون بها. نان أيضا نان. الباكت إيمج سامبلر التغييرات ما تشوفون هنا أكو عندنا فشي كلش مهم اللي هو الماكس سب ديفيجن. الماكس سب ديفايد هذا بالضبط أنا شلون نشبهه، إنه إذا عندك فت صورة خلينا نفتح البينت حتى نشرحها. هذا البنت نسوينا مثل الصبورة هنا، مو برش ريد قلم، اوكي سوري انا ما استخدم قبل. المهم هذا هسه نفترض انه هذه اي سوري على الماوس والرسم بالماوس، اي صورة تقسم الى مجموعة. هسه هذا مثلا نفترض انه هذا انج او سنتيمتر في سنتيمتر، اذا قلت له بهالشكل هذا واخلي نقطة هنا او نقطة هنا ونقطة هنا، هذا هو السب ديفيجن مالتي. من اقول له 24 معناته انه راح يقسم لي 24 مربع بالسنتيمتر او بالانش المربع الواحد. فبالتالي يعني كل ما زيد السب ديفيجن معناته المعالج مالت الرندر راح يبدي يعالج لهذه المربعات بشكل اكبر، يبدي يعالج هذا وبعدين يعالج هذا وبعدين يعالج هذا وهكذا، يبدي يعالج واحد واحد. فبالتالي راح تبدي الوقت مالتي راح يكون اكبر، لكن الجوده مالتي راح تكون اعلى. هو هسه قايل لي 24، 24 طبعا كلش هوايه، فاني اختار شويه اقل، يعني خلينا نسوي 12.
طبعا مو كل شوي ال 24، لكن على مواصفات الحاسب اللي يعني جوا ايدي هسه كل شوي عليها، فاغيرها الى 12 او حتى 8 اتس اوكي. لكن الجوده النويز راح يزيد عندي بالصوره، واني ما ادري اشتغل فاينل، فبالتالي تيستات فاتس اوكي 8. لكن اذا تشتغل فاينل سوي رجع على ال 24 او حتى زيد سوي 32 او غيره. هاي بالنسبه عندنا للباكيت و للسب ديفيجن. طبعا المينيموم مالته هو 1، الماكسيموم هو صار 8. اقل من 1 ما يرهم، الواحد شفتكم ليه شلون يصير يتقسم الى 4، يعني هو 8 دائما 1 في 4 8 في 4 وهكذا. هسه نكمل على الشباب على الجلوبال دي ام سي، نشوف شنو هنا بهذا الجلوبال دي ام سي. عاده بالديفولت تطلع عندك هذه القائمه فقط، دبل كليك على الديفولت حتى تصير عندنا ادفانس. الشيء المهم الموجود بهذه الاختيارات هو النويز ثريش هول. النويز ثريش هول معناتها انه اني ايش قد راح يصير عندي نويز او بالصوره مالتي. هو الستاندر مالته 0.005. طبعا اذا انا اريد اسوي صوره عاليه الجوده يعني اقلل تقريبا للواحد اسوي، بس هذا راح ياخذ طبعا نفس الاعتبارات انه ياخذ وقت اكبر. بس انا ابقي 5 وممكن ازيده اذا اردت الوقت يمشي اسرع، لكن راح يصير عندي نويز كلش عالي. فاعتقد 0.005 هو مناسب للتيستات، لكن الفاينل اسويه 1، رغم انه في بعض الاحيان هيك الصور راح توصل يعني وقت الرندر كلش عالي، يوصل من جزء اللي هو اذا الصوره تاخذ ساعتين رندر فجزء راح تاخذ 6-7 ساعات بالرندر. وهذا طبعا عمليه اختياريه حسب الشغل اللي انت تريد تسوي له اخراج. الانفايرمنت هنا الانفايرمنت بي مجموعه من الاختيارات، انا اللي يهمني اللي هو اول واحد، هذه طبعا بقيها طافيه لان راح اعتمد بشكل كبير على الرفلكشن والرفلكشن مالت الماتيريال نفسها وتعاملها ويا الاضاءه مع الكاميرا. الانفايرمنت اذا قلت له جي اي انفايرمنت، انا حتى احصل الانفايرمنت اللي موجود فيه السين مالتي انعكاساته وتعامله ويا الماتيريال اللي راح تسقط على الاوبجكتس مع الاضاءه او الكاميرا تكون بشكل جيد. فلازم افعل الماب اللي موجوده هنا من خلال اختيارها، وبعدين طبعا تروح على الماب، ومن الماب هسه احنا هنا بالجنرال نطفيها الجنرال، بالماب داخل ماب اكو انفايرمنت. هاي الانفايرمنت راح تلقاها شوكت، مو دائما، فقط لما انت منزل، تذكرون الإضاءة بداية التمرين اللي نزلناها هنا وقلنا له سوي لنا الانفايرمنت مالتنا اللي هي فيزيكال سان اند سكاي انفايرمنت، اختارها واقول له اوكي، راح تجي تتفعل هنا، فبالتالي راح تطلع عندي الانفايرمنت موجودة بداخل السن مالتي. خلينا نجرب نسوي رندر خفيف حتى نشوف شنو المشاكل اللي تصير عندي. تشوفون انه مبدئيا هسه الاضاءة والبياض شبيه كلش قوي، الانفايرمنت هذا موجود اللي فعلناه هسه، لكن الاضاءة تضيع التفاصيل مالت المبنى، يعني اكو المبنى هنا مثلا اقواس، اكو تفاصيل اخرى، اكو هذا الكيوب فد ايضا تفاصيل معينة، كلش الاضاءة قوية فد تضيع عندي التفاصيل مالت المبنى. هاي هنا عندنا احتمالين، اما اروح على الاضاءة وابدي اتلاعب بيها، او انه اتلاعب هنا بالفيري سيتنج في بعض الامور حتى اقدر اعززها، وهسه راح نسويها قدامكم. نطلع من هذا الانفايرمنت هسه خلصناه، نجي جوا على الكلر مابينج. الكلر مابينج ايضا ما نتلاعب بيها، لكن نشوف الاكسبرت مالته شنو هذا، بقيها مثل ما هي. يعني الجاما اللي هو هذا الرقم 2.2 هو اللي مطلوب عندنا باخراج الصور حتى تكون الالوان والصوره متوازنه. الكاميرا هنا هي النقطة المهمة، الكاميرا بيها هواي اوبشن، اول اختيارين ذولا كلش مهمات. تذكرون هسه الصورة رندرناها كان كلش البياض مالتها عالي، فأنا راح اقول له اوتو اكسبوجر اند اوتو وذ بالانس وايت بالانس. العفو، الاوتو وايت بالانس راح يسوي لي الاضاءة اللون الابيض يسوي له بالانس من هنا بداخل، والاكسبوجر اللي هو شدة الاضاءة اللي راح بداخل السينماتي راح يتعامل وياها. فخلينا نجرب الرندر ونشوف بعض اللي قدام. اول ما رندرت الصوره التغيير واضح عن الصوره اللي قبل شويه اللي كانت كلها بياض كلش قوي، الان بدات تاخذ لون الانفايرمنت، لان الكاميرا بدات المتحسسات مالتها والشلتر مالتها مال تحسس الضوء ياخذها بصوره
تلقائيا قلت له اوتو، تمام؟ احسن ما اقعد قلت لكم انه اضبط الاضاءه واقللها وبعدين اروح على الكاميرا واضبط الشتر مالتها. هنا مجرد ما اقول له اوتو اكسبوجر واوتو وايت بالانس راح يبدي الشتر مالت الكاميرا ياخذها بصوره صحيحه. واللي مستخدم كاميرات العاديه او حتى مالت الكمبيوتر ويعرف شويه بالتصوير يعرف شنو المتحسسات مالت الكاميرا وشنو يعني شتر وشنو يعني تحسس الضوء وشلون ده تاخذ. حتى هذه اخر نقطه، احنا كملنا القائمه مالت الفيري كلها، هسه نتحول على القائمه الاخرى اللي هي الجلوبال الومنيشن اللي هي كلش مهمه عندنا. الجلوبال الومنيشن عاده من يجي بالستاندر يجي بروت فورس ولايت كاش. البروت فورس طبعا هو احسن انواع البريمري انجاين التعامل ويا الاضاءه، لانه هو يعطيك دقه كلش عاليه لكنه يمتاز ببطء كلش شديد. فهذا البطء الشديد هو بصراحة يخلينا احنا ما نستخدمه بشكل كبير ونبتعد عنه. فهنا لو نفتح القائمة راح نشوف ثلاث اختيارات اللي هي راديانس ماب، بروت فورس، ولايت كاش. لايت كاش طبعا بالسكندري ما نقدر نستخدمه بالبريمري لان التعامل مالته يكون ضعيف وراح يسوي بلينوز كلش عالي. فبالبريمري لازم استخدم واحد من ذولا. طبعا البروت فورس قلنا افضل لكن وقت اكبر. الراديانس ماب هو اللي راح استخدمه. وهسه اشرح لكم فيزيائيا او اشوفكم صور لطريقه توزيع الضوء بالنسبه له. يعني يجي على البروت فورس، هذه توزيع سقوط الاشعه وانعكاسها بالاوبجكت وتلقيها من قبل الكاميرا. الكاميرا بال 3 دي ماكس مو مثل العين البشريه بالضبط، يعني احنا دائما العين هي اللي تلتقط الضوء وتكون ياخذ الصوره. هنا تقريبا مو عمليه معاكسه 100%، لكن الاشعه الموجهه نحو الاوبجكت راح تشوف كل الانعكاسات بكل الاتجاهات وليس بالاتجاه المعاكس لها فقط. فاذا نشوف انه اكو بريمري بوناس واكو سكندري اللي هو راح يكون كانما مالتيبل ريز واكو سنجل ريز. السنجل ريز هذا بالازرق تشوفون التشتت مالته والتشتت مالته الاحمر بكل الاتجاهات. فبالتالي الكاميرا راح تلتقط البروت فورس جلوبال انيميشن بشكل اوسع واكبر وادق، لذلك راح يكون عمليه التعامل وياها تكون بطيئه، لان هذا من يسقط هنا راح يبدي يعامل هذا الفيس وبعدين يعامل هذا الفيس وبعدين يعامل هذا الفيس، وبالتالي كل الفيسز راح تبدا تتعامل وفوق اثنين تو انجنز. في حين انه الريندينس ماب الانجنز مالته الاساسيه اللي هو هذا باللون الاحمر ده شوفه انه نسبة الأزرق مالته كلش قليل، يعني السكندري، فبالتالي يكون نقطي يعني يتوزع بشكل عشوائي. فهاي العشوائية مالته يعني يصير هنا نقطة وبعدين يتوزع بشكل شعاعي عشوائي. هاي العشوائية مالته راح شوية تقلل من الكفاءة مالت الصورة، وتقليل كفاءة الصورة هذا طبعا على حساب الوقت، فبالتالي الوقت مالته راح يكون أقل هو اللي مقبول. يعني احنا ما راح نحس بيه كلش هواية، لكن الجرافيك ديزاينر او اللي يشتغل ديزاين عالي كجرافيك او فيجوال يريد يوصل الى واقعية كلش عالية راح يحس بالفرق اللي انا دا احكي عليه. لكن احنا كمبتدئين وكطلبة الان اعتقد انه هذا كلش كافي انه استخدم الراديانس ماب. اللايت كاش هذا طبعا اللايت كاش كأنما هو من الكاميرا دا ينطلق، هو يعني شعاعين اولي وثانوي، فلذلك اقول لكم انه هو مو كلش صحيح لانه يعتمد على الكاميرا بشكل اكبر، وبالتالي كانما هي مصدر الضوء وليس الاوبجكتس او الاشياء اللي نشوفها. يعني احنا تدرون خلينا نعيدها نقول انه العين البشريه تعتبر كل الاوبجكتات اللي نشوفها هي مصدر للضوء، لذلك اي شيء ما نشوفه معناته انه هو غير باعث للضوء، او انه شلون يبعث الضوء؟ مو هو بحد ذاته بعث الضوء، لكن هو الانعكاسات مالت الضوء اللي تسقط عليه راح ترسل الاشعه مالتها الى العين البشريه وبالتالي راح اقدر اشوفه. اتمنى يكون هذا الشرح واضح بالنسبه للفرق ما بين اللايت كاش والراديانس ماب والبروت فورس. عموما احنا راح مثل ما قلت لكم انا راح اختصركم العمليه، فمن ضمن اختصار العمليه انه قبل اختار الراديانس ماب وبعدين اختار السكندري اللي هو اللايت كاش، اروح على الراديانس ماب راح تطلع لي عندي قائمه كلش هوايه. طبعا هي تطلع يمكن بالبدايه على الهاي، انا حسب امكانيات الحاسبه اللي عندك فتقللها اما على اللو او الفري لو مقبوله مبدئيا بالتيستد،
سب ديفيجن دا اشوفه 25 ايضا يعتبر كلش عالي، ممكن اقل اسوي 12. وهاي هاي بالنسبه لي على دي اس ما بستيك مالته. اللايت كاش طبعا هو يجي يعني اقلله، رايت كاش يجي 1000 فاني اقلله الى 500 اوكي مقبول. وبالفاينل من اريد رندر فاينل راح اسويه 1000 تمام. هاي خلصنا من الجلوبال انيميشن سيتنج اللي هي الجزء الثاني من الاعدادات 500 ب 12 وال 20 بقيها بالراديانس سامبلز. السيتنج هنا انا بقيه مثل ما هو ما اتلعب بيه، اكو ديفولت ديسبليسمنت الاماونت واحد كلش اوكي ما عندنا مشكله بيه. البقيه كلها يعني ما اريد اتلعب بيها في الوقت هذا، بقيها مثل ما هي سيتنج دائما ثابته. الرندر المنتس، الرندر المنتس خليني اسميها هي مثل اللايرز او الفلاتر اللي يعني اضيفها للصوره حتى احقق بها جوده اعلى للصوره. وطبعا الفلاتر هذه منين اجيبها؟ من جوجل اد راح تطلع لي قائمه فلاتر او رندر المنتس اللي موجوده كل شويه، كل وحده لها استخدام معين. انا ما اريد ادوخكم بها وانه يعرف كل وحده، لكن هي مثلا الرو لايتنج، الرو ريفلكشن تحكي على الريفلكت الريفلكشن او الريفركشن الانعكاس والانكسار، وتعزيز الليرات مالت مثلا الشادو وغيرها. احنا اكو واحد من عندهم تقريبا اللي هو بمجموعة من الليرات اللي يعزز عندي الماتيريال اللي مستخدمها من ناحية الديفيوز ماب ومن ناحية الشادوز من ناحية هذا الرفلكشن والرفلكشن اللي هو الديناصور. هذا فيري ديناصور فعله خلاص، هذا فقط كلش كافي مبدئيا. وان شاء الله من تتطورون اكبر بشكل اكبر راح تستخدمون الفلاتر بشكل الاليمنتس بشكل اكبر، وتعرفون كل وحده يعني مثلا تستخدم الزد ديبث ماب اللي هو يعطيك عمق بالانعكاس عفوا بالابيض والاسود مالت الصوره وشون يقدر يسويها، او الماسك اليمنت وغيرها حسب الاستخدامات مالته. هذه ممكن انت تروح تسوي سيرش صغير وتقرا على كل وحده من عندهم. وانتم مطالبين بتقرير، كل طالب يختار واحد من ذولا حسب على الاسماء. يعني نبدي من اول وحده عندنا احمد او اسل بالتسلسل مالت الاسماء، وينزل جوا يسوي لي فد بيبر صغير على شكل صفحه وحده، يكتب لي بيه مثلا على المات اليمنت الالفا الاتموسفير الباك جراوند وهكذا الى ان يوصل الى اخر طالب. انتم 14 طالب فتختاروا لي 14 element تستخدموه من هذا، ممكن تستخدمون اكثر ماكو مشكله حتى تعرفون الفرق ما بيناتهم. نقول له اوكي. طبعا هذا وين راح يطلع عندي؟ من اسوي رندرنج ان شاء الله. هسه مثلا اذا بلشت رندر مره اخرى خليك مل تشوفون انه بالبدايه كان السرعه كلش بطيئه، شويه هسه السرعه تحسنت لان تقليل subdivision قللناها، وبنفس الوقت حتى تكون تتلائم ويا الحاسبة اللي عندي، والحجم الصورة أيضا قليل أبعادها. هسه واحد يقول أنا هذا الـ environment أو الـ sky أقدر أغيرها؟ لو ما أقدر أغيرها طبعا تقدر تغيرها، وراح نشوفكم المحاضرات الجاية إن شاء الله نتعامل ويا نوع من الإضاءة اللي هو الـ HDRI، وشلون نقدر نضيف HDRI للسن مالتي اللي هو راح يعطيني environment ويعطيني لايتنج معين، بالإضافة إلى أنه أقدر أسيف هاي الصورة بأي صيغة اللي يعني أريدها، وأقدر أغيرها بالبوست برودكشن من خلال برنامج الفوتوشوب أو غيره من البرامج. هسه تشوفون أنه هنا كان عندنا شنو ار جي بي، ذولا الثلاث ليرات مالت الصورة. هنا هسه طلعت مجموعة ليرات اللي هي شنو سواها، اللي هو سواها الإلمنت اللي ضفناه اللي هو الديناصور، اللي هي الورد بوزيتيف والديفيوز فلتر فراكشن فلتر فراكشن افكت ريزلت الالفا. يعني هسه انا مثلا راح اختار بس الديفيوز، تشوفون يعني بالديفيوز مالتي شنو هو كان يا لون الابيض اللي نزلته الماتيريال ماكو بيفت شيء، الريفراكشن كله ماكو لان الانفايرمنت مالتي ماكو، هذا الافكت اخر واحد الريفراكشن نفس الشيء اسوء. فتشوف انه كل واحد نويز ليفل ما موجود كله زين. الفا هذا اللي هو طبعا تعرفون شنو الالفا، انه يفصل الابيض عن الاسود او الباك جراوند، والار جي بي اللي هو الصوره بشكل كامل كلر، او النهايه الافكت اخر شيء كل الافكتات ريزلت اللي هذه موجوده. فهذه ساعدنا التولز الاوليه او الرادر سيتنج الاولي اللي تقدر تستخدمه وتنزله في كل
المشاريع مالتكم وتثبت الأرقام اللي شرحت لكم إياها هنا وتكون هي الثابتة، وبعدين عندي هنا راح يكون كلش واضح. طبعا أنا هسه من سيف هذا أقدر أسيف الريسيت اللي أسميه، وحتى أقدر أجيبه مرة أخرى، يعني أقول له سيف أس وأنطيه أي اسم. لا عفوا، مو من يعني هذا الأوتبوت، وين نسيف الصايم؟ أيوة إحنا مسيفين، سوينا ديفولت اللي هو الفيري نيكست أبديت، هذا كله سيف أز ديفولت. أوكي، هذا حتى كل ما أفتح الحاسبة ألقاه هو نفسه موجود، بس الإرادة إنه أشيكه. الأوتبوت سايز سوري راح على الهواية، كلها مضبوطة هذه الأمور هنا تمام. نرجع شوية نسوي تشيكينج بشكل سريع، كله تمام. كولر مارك تايب ديفولت، ماكو مشكلة. شنو عندنا بعد؟ خاف نسينا في شيء. الاي بي ار، الاي بي ار احنا قلنا انه عبره بصراحة هو يطلع لي بريفيو رندر اللي هو وين يطلع ليها هنا، فاني خلي اشرح لكم اياه ليش عبره بعد. بس هو شنو هذا، خلي ببالك انه راح ياخذ عندك وقت بالحركة والزومينج لان انت اي شيء او زوم او تغيير بسيط راح يسوي له رندر هنا مباشرة على الشاشة. فاذا قلت له ستارت، اذا قلت له من هنا ستارت، راح يطلع لي هنا، بحيث انا هسه من ابدي اغير وهذا راح يبدي يتكبر ويتصغر وما اعرف شنو. او انه عندي غير احتمال انه خلينا نطلع من هنا، انه اغير من هذا. شوفون هاي الستاندرد، ادوس عليها كليك، وبعدين اكو بالاوبشنز، بالاوبشنز اكو في ري اي بي ار. هسه من ادوسها شو بدي اشوفون، تطلع لي الرندر بالفيو بورت. انتظر شوي رندر، يعني نظره اوليه على السريع. فهذا بدون ما احتاج انه اسوي كل شوي رندر منها ما اعرف شنو، اي تغيير اسوي فر بالكاميرا ما اعرف شنو، بس يعني اذا فر الكاميرا بهالشكل عفوا هذا شوفوا ياخذ وقت شويه بالفر ويبدي رندر من جديد. قلت لكم هذا يعطلكم شويه، لذلك انا يعني ابتعد عنه ما نستخدمه. هاي ان شاء الله اذا صار عندكم حاسبات عاليه الجوده وسريعه نقدر نستخدمه. نطفي اي بي ار، ندوس على كليك حتى نرجع على المعرفة. اتمنى للشباب انه تكون واضحه هاي المحاضره اللي خلصنا بيها الفيري سيتنج. ان شاء الله المحاضره الجايه راح نبلش بشرح الاضاءه والكاميرا، نبلش اول مره بالكاميرا ونعرف شنو انواع الكاميرات اللي نستخدمها هنا بالضبط، ونفوت بالتفاصيل مال الكومنتات مالتها، ونشوف وين نوصل بالاضاءه ان شاء الله ايضا حتى نقدر نخلص الاساسيات مالتها. مثل ما قلت لكم الواجب اللي مطلوب من عندكم التقديم الجاي تنزلون هاي السيتنج وهاي الاضاءه الاوليه والكاميرا الاوليه اللي شرحت لكم اياها بالبدايه على البروجكت مالتكم، وتدزوا لي صور ولقطات اوليه للبروجكت مالتكم. اريد البروجكت ابيض بدون اي ماتيريال، يعني اللي يعرف يسوي الماتيريال انا متاكد اكو هواي من عندكم مشتغلين ويعرفون، ما اريد هسه يسوي ماتيريال، يسوي لي كله ماتيريال وحده بيضه وينزل. ليش انا دا اسوي ابيض بالبدايه؟ حتى ندرس تاثير سقوط الضوء على الاوبجكت مالتي والظلال مالتي والوانها شو راح تصير، حتى من اخلي الماتيريال راح تكون مضبوطه بشكل اكبر. اشوفكم خير ان شاء الله على المحاضره الجايه، واسف على التاخير، تحياتي للجميع.